السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه خاصه من برنامجنا طب والعك. الحلقه مش خاصه عشان عندي برد وصوتي رايح، ولا خاصه عشان مسجلها من مستشفى، حلقه خاصه عشان هتبقى فقره واحده بس. تعالوا نشوف. تعالوا نشوف الراجل ده بيقول كلام طب والعك. في دراسه في جامعه كامبريدج لقوا ان دم الشباب بيساعد في شفاء امراض العمود الفقري. في دراسه تانية في جامعه هارفارد لقوا ان دم الشباب بيساعد في زياده الخلايا العصبيه، والعلماء تقريبا قدروا يحددوا مين ممكن يكون مسؤول عن هذه الاصلاحات. زياده هرمون اسمه جي دي اف 11 في الدم بيزود الصمود في العضلات وبيعالج تدهور الحمض النووي. اسمع واحد بيسال، طب الاعضاء بايظ؟ لا اعضاء بتفشل. احب اقول لك ان عن طريق الخلايا الجذعيه احنا نقدر نعمل الاعضاء يا بطل. بس لو جالك فشل كلوي نجيب لك كليه جديده نعملها لك يا باشا أمورنا. ولو عندك بعض التحفظات عشان الخلايا الجذعية، وعن طريق عملية اسمها دي سيلولاريزيشن نقدر ناخد قلب خنزير ونحوله لقلب بني آدم. قلب خنزير هو أصله شبه جدا قلب البشر، بناخد خلايا من عندك ونحطها على هذا القلب ويبقى قلبك يا معلم. في هندسة الأنسجة لو ما بتحبش الخنازير، دكتور في معهد كارلينسكا المعهد المسؤول عن جائزة نوبل في السويد عمل عملية حول فيها التراكيه الحتة دي من أنسجة هو عملها، وبعدها أكتر من 12 عملية عمل. هندسة الأنسجة ده مجال بينمو بسرعة جدا لو ما بتحبش الخنازير يعني. جاستين كيس. هنا احمد الغندور في قناه الدحيح للي ما يعرفهاش، بيتكلم عن استعمال دم الشباب، الخلايا الجذعيه، نقل الاعضاء وزراعه الاعضاء ونقل بعض الاعضاء من حيوانات لانسان وتغطيتها بخلايا من الانسان المنقول له عشان تمنع مهاجمه الامراض المناعيه وغيره. بعض الكلام ده تجريبي، بعضه بيتعمل عليه ابحاث، بعضه بيستعمل فعلا، بعضه بيتعالج بيه المرضى يوميا في بعض الدول المتقدمه. طيب تعالوا نشوف الاخت دي بتقول كلام طب ولعك. كل سنة في 2 مليون مواطن أمريكي بيصاب بعدوى من بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. 90 ألف مريض منهم بيموت بسبب العدوى دي. نوع واحد بس من أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بيقتل عدد أكبر من اللي بيقتلوا مرض الإيدز وشلل الرعاش وانتفاخ الرئة والانتحار على بعض. كل سنة في 10 مليون شخص حول العالم بيفقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بعدوى من بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. هنا إيمان إمام دكتورة عاملة قناة اسمها الإسبيتاليا للي ما يعرفهاش برضو، بتتكلم عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وإزاي دي بقت يمكن أكبر خطر بيواجه البشرية دلوقتي. عندنا حلقة هنتكلم فيها عن استعمال المضادات الحيوية، إمتى نستعمل إمتى ما نستعملش، وخطر النوع ده من البكتيريا وإزاي فعلا هو يمكن أكتر حاجة دلوقتي الأطباء خايفين منها في العالم كله. طيب في دكتور اسمه محمد الناظر، دكتور جلدية، عامل كذا قناة ما شاء الله على اليوتيوب. تعالوا نشوف الراجل اللي بيقول طب ولعك. وكل الناس بقى اللي بتشوفوهم البادي جاردز والناس اللي بتكبر فجأة والناس اللي بتعمل شكل غريب وأعضاء متقسمة تقسيمات يعني مش طبيعية في وقت قصير، كل دول عايشين على الحقن دي. طب ايه المشكلة؟ ما خليهم ياخدوا حقن وينبسطوا ويكبروا ويبقوا أقوياء وحلوين. الحقيقة ما يغركوش المنظر قوي. التستوستيرون بيعمل حاجات تانية كتير في الجسم غير ان هو مجرد بيبني عضلات. بيزود النشاط الجنسي بشكل رهيب، بيزود العنف والعصبية، بيطلع حب شباب، بيوقع الشعر وبيعمل صلع، بيزود افرازات الدهون في الجلد بشكل كبير جدا، بيزود نشاط الغدد العرقية اللي بتعمل ريحة وحشة، ولما بيزيد عن مستوى معين بيحصل له حاجة اسمها اروماتيزيشن، وهي ان هو يبدا يتحول لهرمون الانوثة او الاستروجين. فتلاقي الشخص بعد فترة يبدا يحصل عنده اعراض انوثية زي ان يبدا حالة الصدر بتاعته توجعه، يبدا الصدر نفسه يكبر، التغييرات كده وشويه دوانات ممكن تبدا تحصل عنه. في جسم الراجل التستوستيرون اساسا بيفرز من الخصيتين، ولما بيبقى مستوى التستوستيرون عالي جدا في الجسم بيحصل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك، وهي ان الجسم بيبطل يطلع التستوستيرون خالص، وده معناه ان الخصيتين بيبطلوا شغل. هتشتغل ليه؟ خير ربنا كتير. فمع الوقت تبدا الخصيتين يصغروا ويحصل فيهم ضمور، وده معناه ان الشخص لما يبطل الحقن دي مش هيعرف ينتج تستوستيرون. ومعنى ان هو مش هيعرف ينتج تستوستيرون معناه ان هو من غير الحقن مفيش ذكور. بعد ما كان عنتر هيبقى سوسن سوسن سوسن، مفيش خالص. طبعا هو هنا بيتكلم عن الناس اللي عايزه تبني جسم سريع وبتلعب جيم وعايزه حل سريع فتضرب تستوستيرون او هرمونات او مشابه او الاضرار بتاعه ده ومشاكل ده. طبعا الكلام محترم جدا، مظبوط جدا طبعا، يعني الراجل دكتور جلديه محترم جدا، بس هو عشان دكتور جلديه وتناسليه فلازم نخلي بالنا ان هو عنده ما شاء الله كذا قناه، دي قناته كلام في الصميم اللي احنا جايبين منها الحتتين دول. لازم بس نخلي بالنا ان نوعيه الجمهور اللي بيتفرج على الفيديوهات بتاعته لازم يعني يفضل يكون اكتر من 18 سنه، متجوز، عنده اولاد، فوق 60 يفضل، يعني خلي بالك شويه. واحد بقى اسمه محمد اسامه، راجل صيدلي، عامل قناه اسمها اخضر،
اكيد انت عارفها. لو مش عارفها تعال نشوفها ما بيتكلم يقولك ازاي تشخص الاكتئاب او ازاي تعرف ان عندك اكتئاب. تعال نعرف كلامه صح ولا عك. اول خطوه في العلاج هي المعرفه. اللي يفرق الاكتئاب عن اي مرض تاني ان انت ممكن يبقى عندك اكتئاب وانت ما تعرفش اصلا. طبيعي انك تزعل لما تفقد عملك او مالك، تخسر حد بتحبه، تتعرض لمشكله ما، لكن مش طبيعي انك تحس ان ده نهايه العالم. بعد التغيرات الحياتيه السلبيه طبيعي انك تحس بمشاعر سلبيه، بس لو المشاعر دي فضلت تتكرر يوم ورا يوم وبحجم مبالغ فيه فانت كده في احتماليه كبيره انك بتعاني من اكتئاب. كل ما كان معرفتك بوجوده واعترافك بيه اسرع، كل ما كان حله وامكانيه التحكم فيه اسهل. بنفس منطق امي وهي بتغسل المواعين بعد الاكل، ولا تخيل ان امي طبخه النهارده مكرونه عشان انا بحب المكرونه. المهم اسرع واسهل مجهود لتنظيف الاطباق بعد ما اكلنا فيها انها تتغسل بعد الاكل على طول، وكل ما نسيبها في الحوض اكتر كل ما الاكل هيلزق فيها اكتر وهيبقى صعب تنظيفها. ما تستناش ان الاكتئاب يحل نفسه بنفسه عشان ده مش هيحصل، وكل ما هيعدي وقت بدون ما تاخد رد فعل عليه ولا تعالجه كل ما هيزيد خطوره ويزيد الوضع سوءا. طبعا طب وستين طب يعني. هو الراجل طبعا غالبا يعني هو صيدلي صحيح، بس هو مش بيتكلم في الطب في اغلب الاوقات. اغلب الاوقات هو بيتكلم بيمسك كتاب ويلخصه باسلوب جميل وظريف، غالبا مش بيتكلم في طب، بيتكلم في امور علميه عامه او ثقافيه او فكريه. لكن المره دي نصيبنا جه معاه كتاب طبي، طلع راجل بيقول كام طب ما بيقولش حاجه. في بقى شخص غريب الاطوار شويه كده اسمه احمد سمير عيد، عامل قناه اسمها ايجيكولوجي لو انت ما تعرفهاش برده. تعال نشوف كده هو بيقارن فوائد السجاير والشيشه اضرارهم مين احسن من مين. تعال نشوف بيقول طب ولا بيقول عك. الشيشه بتخليك مدمن نيكوتين، كل اللي انت سمعته ده عشان النيكوتين اللي في الشيشه اللي على فكره نفس مستوى النيكوتين اللي موجود في السجاير، يعني زي بعض يعني مش كده؟ الفرق مش في نسبه النيكوتين، الفرق في كميه الدخان اللي انت بتسحبه. قعده الشيشه الواحده المعدل بتاعها حوالي 45 دقيقه، فخلال ال 45 دقيقه دي انت بتسحب دخان يعادل الرقم يخض شويه الصراحه. خلال ال 45 دقيقه انت بتسحب دخان يعادل 100 سيجاره. 100 100 100 100. فاه ممكن نسب النيكوتين تبقى هي هي، بس الضرر اكتر بكتير في الشيشه. الدخان المهول اللي بيدخل جسمك ده، ال 100 سيجاره اللي انت بتشربهم في قعده الشيشه دي، ليها تاثيرات سلبيه اوفر. طبعا توقعت انه طب. طبعا انا مش جايب حد اتريق عليه في الحلقه دي خالص، يعني الناس كلها ما شاء الله طب طب طب. كلامه جميل صراحه واسلوبه ظريف، وانا مستمتع باي حاجه يعملها بتفرج عليها، يعني دمه خفيف. هو غالبا مش بيتكلم في الطب، بس لما بيتكلم في الطب بيتكلم بطريقه جميله جدا، وبرده بيعتمد على دراسات وكلام محترم جدا. طيب ماشي، ده دكتور بقى اسمه احمد رمزي، عامل قناه او برنامج اسمه في العضل. تعالوا نشوف بيقول طب ولا عك. على مدار معاملاتنا اليوميه بيمر بينا مواقف كتير طارئه، حوادث واصابات على الطريق، اثناء السفر، عربيات ممكن يحصل بينها حوادث تصادم، شخص بيحاول يمر من الطريق وممكن تخبطه عربيه، او حتى الحوادث المنزليه البسيطه زي اثناء تقطيع خضار ممكن نصاب من السكينه، او حتى لما نيجي نشيل حاجه سخنه ممكن تتسبب لينا ببعض انواع الحروق، او حتى الحروق البسيطه اللي ممكن تحصل في المطبخ، او الحوادث العنيفه اللي ممكن تحصل في اماكن العمل. كل دي حوادث وطوارئ بنفتقد الى حد كبير ان احنا نتصرف فيها بشكل سليم، بشكل مظبوط وبشكل علمي، واحيان كتيره بنحاول نتطوع ونتصرف ويكون النتيجه ضرر او مضاعفات خطيره قد تودي بحياه الشخص المصاب. طبعا بيقول كلام محترم جدا، ركز معاه كويس بس لو انت عايز تتابعه عشان تتعلم منه المهارات الاساسيه في الطوارئ والاسعافات الاوليه والمشاكل اللي بتقابلك كل يوم. الراجل بس عايز مذاكره وتركيز ومتابعه في اجزاء صغيره، عامل بصراحه حاجات جميله جدا يعني تتعلم منها طب محترم حسب الارشادات والجايد لاينز اللي موجوده في العالم كله. تعالوا بقى نشوف الراجل ده بيقول طب ولا عك. عمركش مثلا سالت نفسك ليه واحد من صحابك ياكل على قد ما ياكل ما يبانش عليه، في حين ان واحد تاني ممكن يتخن بعد ما يقزقز شويه لب؟ اتضح ان الميكروبات اللي عايشه معانا في امعائنا بتلعب دور مهم في النحافه والسمنه. في مجموعتين كبار من البكتيريا اللي بتعيش في امعائنا، المجموعه الاولى اسمها فيرميكوتيز والمجموعه الثانيه اسمها باكتيريوريديز. اثبتت الابحاث انه الناس المليانه عندها عدد اكبر من الفيرميكوتيز، في حين ان الناس النحيفه عندها عدد اكبر من الباكتيريوريديز. ازاي بيحصل الكلام ده؟ اتضح ان الفيرميكوتيز بتساعد العائل بتاعها انه يستخلص عدد اكبر من الكالوريز من الغذاء المهضوم.
ده دكتور اسمه اسلام حسين، ده دكتور مايكروبيولوجي، علم الكائنات الدقيقه، بكتيريا وفيروسات وكلام من ده. راجل متخصص جدا، بيبسط العلم بشكل جميل جدا بصراحه. بيحاول يوصل المايكروبيولوجي للناس كلها، بيحاول يخليه علم سهل وظريف وكل الناس تفهمه وتحبه. بيستضيف ناس ساعات ظريفه جدا في الحلقات بتاعته، مره مستضيف دكتور فاروق الباز، ومره مش عارف حمزه نمره. عامل حاجات جميله جدا. انا شايف ان قناته تستحق شهره كتيره بصراحه، كبيره اكتر من الشهره اللي هي اخداها فعلا. قناته اسمها فايرال فلوج. المشكله الوحيده ممكن ان احيانا، لان العلم دقيق شويه، فاحيانا في لغه شويه قد تكون صعبه على غير المتخصصين او الناس اللي ملهاش في اللي مش علم علوم يعني. الله، هي ايه الحكايه؟ لما هو مفيش حد بيعك خالص، امال انا عامل الحلقه دي ليه؟ يعني احنا عارفين نظام البرنامج، بنجيب ناس عكاكه وبعدين بنقول عليهم عكاكين، وبعدين بنجيب ناس محترمه تشرح الصح ايه ونتعامل ازاي مع كل مرض بنقابله. بصراحه دي حلقه خاصه، والهدف منها كان ان اوري حضراتكم للي ما يعرفش يعني ان في قنوات كتير جدا على اليوتيوب محترمه جدا بتقدم محتوى علمي او طبي محترم. اغلب القنوات ديت ما بتقدمش ماده طبيه، ما بتشرحش امراض، ما بتشرحش علاجها، ولكن بتحط قواعد علميه جميله، بتحط اساس معرفه، بتتكلم اللي بيتكلم في الاقتصاد واللي بيتكلم في السياسه، ما حدش بيتكلم في السياسه، اللي بيتكلم في الاقتصاد واللي بيتكلم في الثقافه واللي بيتكلم في الشعر واللي بيتكلم في الفيزياء واللي بيتكلم في الفلك، وكلهم على بشكل ما بيجيبوا طب. فيهم بعضهم بيجيب محتوى طبي كبير جدا او مركز على محتوى طبي كبير جدا، زي قناه الناظر او قناه اسلام دكتور اسلام حسين او قناه احمد رمزي او غيره او غيره. وبعضهم مين لي محتوى علمي، ولكن كلهم يستحقوا المتابعه. انا لما عملت قناه دكتور برنامج طب والعاج، كان الهدف منه ان نرفع الوعي الطبي عند الناس اللي ما عندهاش وقت تقرا في الطب او ما عندهاش ثقافه طبيه كافيه وعايزه تعرف الطب في العالم بيقول ايه وايه احدث حاجه الطب توصلها. فبس هنا بنقول ان في محتوى كبير على اليوتيوب. القنوات دي انا انصح كل واحد في حضراتكم ان يشترك فيها. انا شخصيا مشترك في كل القنوات ديت، وبتابع تقريبا كل حاجه بينزلوها وبستفيد منها كتير جدا. انا مش هحط اي مصادر في الحلقه ديت، اللي هحطه بس هو روابط للقنوات نفسها في الوصف تحت الفيديو، لان كل فيديو من الفيديوهات اللي انا جبتها ديت المصادر بتاعته موجوده في القناه بتاعته. نخلي بالنا بس من حاجه صغيره خالص، لما نتفرج على القنوات اللي بتجيب الاكستريمز ديت، اللي هو عايز يجيب الحاجات النادره الفظيعه الغريبه اللي ما حصلتش غير مرة في الألف والكلام ده، إن أحيانا بنعتمد على دراسات أو على أبحاث مش قوية جدا وما ثبتتش 100%، ودراسات ضعيفة شوية أو بايزد شوية، معوجة شوية نتيجتها عشان تبين حاجة معينة. ويمكن مثلا عشان كده إيمان الإمام، عشان هي بتحترم جمهورها، كانت مرة اتكلمت عن الرنين المغناطيسي الوظيفي الفانكشنال ام ار اي، وبعدين اتضح ان في مشاكل في دراسات كتير اتعملت بالاف ام ار اي ده، فقالت كده لجمهورها. من 3 شهور حصلت مفاجأة حزينة شوية، وتم اكتشاف خلل موجود في نظام الأشعة الجديد المتطور اللي استخدمته العالمة دي واللي بيستخدمه كتير من العلماء. الخلل ده خلى نتائج الابحاث توصل فيها نسبه الخطا ل 70%. طبعا انا فرحت جدا لما شفت الفيديو بتاع ايمان الامام ده، لان ده دليل انها بتحترم جمهورها، ولان الفانكشنال ام ار اي او الرنين المغناطيسي الوظيفي ده من اول ما طلع وهو عليه علامات استفهام كبيره جدا. انت بتعتمد على حاجه علميه 100% صحيحة زي الرنين المغناطيسي اللي بيصور المخ بتاع الإنسان أو جسم الإنسان من الداخل، وبعدين تعتمد على إشارات معينة بتطلع مثلا في الرنين المغناطيسي أو ألوان معينة عشان تبني عليها حاجات ممكن ما تكونش متعلقة بها تماما، وده اللي بيسموه أحد أنواع العلوم الزائفة السودو ساينسز، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في فقرة من فقرات نحط أساس في حلقة من الحلقات الجاية إن شاء الله. العلوم الزائفة اللي مالية حياتنا دلوقتي، الحاجات اللي يبان إنها علم لكن هي مجرد نصب وهجس بس شكله كويس. لو الحلقة دي فادتك بحاجة، ما تنساش تعمل لها لايك، شيرها مع أصحابك، ما تنساش تشترك في القناة بتاعتنا لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تتفرج على الحلقات اللي فاتت لو لسه ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت. أشوفكم الحلقة الجاية.